مرحبا أصدقائي. خمس صور مرعبة تم تصويرها بالصدفة. خامسا، اصطياد صائد الأشباح. ما هي أفضل طريقة للإمساك بشبح؟ عن طريق الذهاب إلى الأماكن المسكونة مع مجموعة من البشر. يعتقد الكثيرون أنهم سيشعرون بالأمان في وجود أشخاص كثيرة حولهم، ولكن انظر للصورة جيدا وقم بعد عدد الأشخاص داخلها. هناك 29 شخصا في الصورة، ولكن لو عددت الرؤوس بحرص ستجد 30 شخصا. في البداية لن تلاحظ شيئا، ثم ستقوم بتكبير الصورة لتجد هذا الشيء الذي يقف ويبتسم في الصورة ويكاد لا يمكن تمييزه لولا مظهره الشفاف قليلا. هي تقف هناك، تقف بين مجموعة من صائدي الأشباح الذين قرروا زيارة مشفى نيوشوم بارك المسكونة في عيد الفزع لتقدم لهم مفاجأة مذهلة. يا لها من طريقة عظيمة ليقول بها الأشباح مرحبا نحن هنا. رابعا، شبح كاميرا المراقبة. يقال أن الأطفال لديهم القدرة على رؤية الأشباح لأن عينهم الثالثة ما زالت مفتوحة، ويجذبون انتباه الأشباح داخل المنازل بكل سهولة. هذه الصورة تثبت ذلك، حيث تعرض كاميرا المراقبة هذا الشيء بجانب سرير الرضيع. يمكنك بسهولة تمييز هيئة هذا الكائن، حيث يبدو جيدا وتبدو أذرعه أيضا. والشيء الأكثر إفزاعا هذه الأعين المضيئة. لا نعلم ما الذي يجب أن نخاف من أجله أكثر، الوالدين اللذين شاهدا هذا المشهد أو الطفلة الموجودة في نفس الغرفة. بالمناسبة، يقول الأبوين أن الطفلة تنام وهي تتحدث لنفسها. السؤال هنا، هل حقا تتحدث مع نفسها أم مع هذا الكائن؟ ثالثا، داخل الكريسماس. أثناء الكريسماس يستمتع الناس بالألوان المضيئة والديكورات داخل كل منزل، ولكن ماذا ستفعل لو وجدت أن الأشباح أيضا تستمتع بالأنوار المضيئة؟ حسنا، يعتقد أن هذا هو التفسير المناسب لهذا الظل الظاهر في الصورة. ارتفاع الشيء يقول أنه طفل أو رجل صغير، ويبدو من هيئته أنه ولد، وهناك احتمال أنه إنسان حقيقي. من صور هذه الصورة انتظر سنوات حتى أظهرها لابنته، لأنه كان يعلم أنها ستصاب بالفزع. سواء كان هذا الشيء إنسانا حقيقيا أو شبح، فهو أمر مرعب أن تجد شخصا أو شيئا غريبا داخل منزلك. ثانيا، سناب شات غير متوقع. سناب شات هو برنامج يقوم بتغييرات جميلة على الصور. أشهر خصائص سناب شات هو تبديل الوجوه، حيث تقوم الكاميرا بتحديد وجهين وتبدلهم معا. النتائج تكون مشوقة عندما يبدل الأصدقاء وجوههم، والأمور تكون مضحكة للغاية عندما يقوم الأشخاص بتبديل وجوههم مع أشياء كطعام وخلافه وحتى ألعابهم. في هذه الصورة كانت هناك فتاة تحاول تبديل وجهها مع دميتها، فقط لتصاب بأكبر صدمة في حياتها. فيبدو أن سناب شات قام بتحديد وجه في الخلفية السوداء خلفها، وقد قام البرنامج بعمله بتبديل وجهها مع الوجه الأكثر رعبا الذي من الممكن أن تتخيله، مع جعل وجهها يطفو في الهواء لدى الشخص الآخر. شكرا سناب شات لإخبار البشر أنهم ليسوا وحدهم في المنزل. أولا، الرجل اللئيم. دليل آخر على أن الأطفال لديهم القدرة على تحديد الأشباح. هذه الفتاة تحاول إخبار والدها أنه يوجد رجل شرير في المنزل، ولكنهم كانوا يعتقدون أن هذا مجرد خيال للطفلة. وفي يوم من الأيام قرروا أن يعاقبوها فوضعوها فوق المبرد. بجانب تعبير الفزع المرسوم على وجهها في الصورة، نجد رجلا مفزعا يظهر من خلفها. الأمر يبدو كما لو كان ظهر ليودع الزوجين قبل أن يخسر فرصته وليخبرهم أنه حقا موجود. فليكن هذا درسا للأبوين كي لا يقللوا أبدا من مخاوف وحكايات أبنائهم عن الوحوش أسفل أسرتهم، أو في هذه الحالة خلف المبرد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة، كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات.